هل سب الصحابة رضي الله عنهم يعتبر من نواقض الإسلام؟ والله إذا كان أنه يعني يعتقد كفرهم أو يعتقد هذا من نواقض الإسلام، أما إن كان من باب أنه يتطفل ويقول أنا أبحث عن الحقيقة أو ما أشبه ذلك هذا لا شك أنه خطأ وضلال ولا يجوز، لكن ما يقتضي الخروج من الإسلام، هو مخطئ في دخوله ولكن لا يقتضي خروجه من الإسلام. أما إن كان في قلبه حقد للصحابة وبغض للصحابة هذا يقتضي الكفر ليغيظ بهم الكفار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم.